بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة تاع الخياطة تاع الفراشة اللي كنت فصلت معكم من قبل. بسم الله، دابا أنا غادي نلاقي الكتاف. بسم الله، دائما لاغيطمو باش كيتشد لينا كتشد لينا الخياطة ما كتسربش. انا دابا ملي لقيت الكتاف غادي ندير فيهم الترسان، ما بغيتش نبقى كنصور باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي نقول لكم اشنو بغيت ندير وغادي نقطع حتى نسالي ونقول لكم عاوتاني المرحله الثانيه. هانتوما دابا انا لقيت الكتاف غادي ندير فيهم دابا الترسان. هانتوما غادي ناخذ الترسان على هذا الشكل وغادي نديرو فوق الخياطه اللي انا خيطت على هذا الشكل. هذا غادي نمشي غير بشويه مع الثوب ملس ونجبد الثوب، ماشي ما نجبدش الثوب بزاف، غير نسرحو هكا باش ما يجيش فيه التكماش. والترسان ما نجبدوش، الترسان نخليه يمشي عادي والثوب نحاول هكا نبقى كنسرح فيه. صافي غادي نمشي هكذا تنقى الترسان كامل ونتلاقى. دابا انا منين درت الترسان للكتاف هانتوما كما كتشوفوا ها هو دوزتو للكتاف، غادي نجي للجهه الاماميه هنا وغادي نعبر القياس اللي انا بغيت ندير فيه السفيفه. انا بغيت ندير هذه السفيفه هذه، غادي نعبر القياس اللي بغيت ندير فيه السفيفه، القياس تاع الطول. والطريقه اللي كتجيني انا سهله بحال هاد التواب اللي كيكونوا مزوقين ما كيبان فيهم لا تراساج لا والو، كناخذ واحد الخيط من هنايا من النص وكنبدا كنسلل فيه غير بشويه باش ما نهبطش بزاف على القياس اللي انا بغيت. كنبدا كنسلل حتى كنوصل لهذا القياس اللي بغيت، صافي وكنقطعو بحال هكا كما كما كتشوفوا. صافي وكنعلم بطباشير اولا انا دايره في نيته هنايا كما كتشوفوا. دابا غادي نوريكم الخدمه ديالي انا، الطريقه ديالي، كل واحد والطريقه ديالو بطبيعه الحال. غنوريكم انا طريقتي في تركيب السفيفه. هذه الطريقه هذه كنديرها في البيجامات وفي كل شيء، يعني كتجيني مزيانه. هانتوما دابا ملي جيت لهنايا للراس غادي نخلي البرا واقفه، الثوب كيزلق، غادي نخلي البرا واقفه وغادي نعاود نطوي هاد الثوب هذا، نطوي القياس السورجي. هنايا غادي نبقى كنشرب في هاد السيفه شويه باش تجيني في الدوره عاديه ما تجينيش مزيره. هانتوما انا كنطوي في الثوب وانا كنشرب السفيفه، كتمشيو غير بشويه باش طويو نفس القياس. غادي نكمل الدوره ديالي كامله ونتلاقاو. دابا انا درت هانتوما دورت السفيفه على الكول كامل. دابا غادي نقاد هاد الدوره هادي، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا، بغيت غادي نحيدها حتى نوريها لكم. هانتوما شوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. كناخذ هذا كنطويه على هذا الشكل هكا، وهذا كنجيبو من تحتو، يعني تا كيعطيوني بجوج هذا الراس على هذا الشكل هذا باش ما يبانش لينا العيب ديال السفيفه. غادي نطوي هذا هكا
تحسو، وغادي يجي الاخر من فوقه وغادي يدخل حتى هو هنايا باش يخبي لينا هاد يتخباو هاد الشنات فادو تاع السفيفه. نتمنى يكون جاكم واضح، وكتحطوه حتى هو في البلاصه فوق البلاصه اللي مسلوله باش ما تجيكمش شي بلاصه عوجه. كتبقاو شادين فيه حتى كتقادوه، هانتوما كدورو هكذا، كتبقاو شادين بالبرا كدورو الثوب والبرا شادة السفيفة، دورو غير بشوية حتى تزكيو هكذا السفيفة صافي، وكتكملو كتعاودو عليها بالخياطة، كتعاودو عاوتاني كاع من هنا بالخياطة على الشكل هذا صافي، وغادي ندور عليها كاملة ونتلاقى. هانتوما انا دابا درت كاع بالسفيفه عاودت عليها بالخياطه، غادي نعاود نجي من هنا وشوفوا هاد البلاصه اللي كتبقى هنايا مفتوحه كنعاود عليها حتى هي بالخياطه. هانتوما دائما كنوقفوا البرا حتى كنقادو الثوب هكا، دابا هاد البلاصه اللي بقات في هاد الفتيحة غادي نعاود عليها بالخياطة. صافي وكتفينيوها مزيان، وها هي السفيفة ديالنا مصايبة. انا علاش كنقطع الفيديو لحقتاش دوزتها معاكم شحال من مرة، اللي مهم بغيت نوريكم هو الجناب تاع الفراشة. دابا من بعد ما ساليت غادي ناخد الاكمام هنايا، غادي نعبر فيهم 20 سنتيم اولا 22 على حساب واش القندوره ديالي كبيره واش كم ولا غير 3/4. هذه انا درت فيها 22 سنتيم، هانتوما علمت البلاصه اللي انا بغيت. دابا هاد البلايص اللي انا علمتهم غادي ندير فيهم السفيفه، كما كتشوفوا غادي نطوي هاد شويه هذا غير قياس السورجي، غادي نطوي قياس السورجي وغادي ندير فيه السفيفه. دائما انا كنطوي وانا كنخيط غير بشويه باش ما يخرجش ليا الثوب. هاد الطرسان هذا غادي نحيدو، دائما نتوما كتخيطو نتوما كتفينيو البلايص اللي شايطين فيهم الخيوط اولا الطرسان ولا سور جيب على هاد الشكل، ضروري الفينيسيون هي كلشي في الخياطه. غادي نعاود عليها بالخياطه، دائما كما كنقول لكم انا كنوريكم جهه وحده وانتم راه الجهه الاخرى غادي ديروا ليها نفس الطريقه اللي درنا لهاد الجهه. دابا ملي كملناها هانتوما غادي نطوي على هذا الشكل هذا، وغادي نسد الفراشه ديالي كامله. غادي نخيطها، غادي نجي حتى لهاد البلاصه التحتانيه وغادي نخلي فيها واحد شويه، غادي نخلي واحد شويه في الفتيحه ما غاديش نخيطها، ثم تقريبا 10 سنتيم ما نخيطهاش اولا 15 على هذا الشكل هذا.
غادي نعلمها حتى هي. بحال هكذا غادي نديرو لافيتمون باش تشد لينا مزيان السفيفه. غادي نوقفو البرا دائما كنوقفوها في التوب باش هي كتعاوننا. صافي وغادي نمشيو على هذا الشكل كما قلت لكم. غادي نخيطوها كامله، غادي نخليو غير هذاك الشويه اللي انا علمت. دابا من بعد ما لقيت هانتوما الفراشه ديالي، غادي نجيب الطرسان دابا من هنا من الجنب كما كتشوفوا. غادي نخلي واحد شويه شيق باش غادي نفيني ديك الساعه ديال الخياطه كما كتشوفوا. كما كنقول لكم غادي تجبدوا شويه الثوب، لحقيتاش عندي انا الثوب ملس ضروري خاصو يتقاد. نقادو بيدي هكا عاد باش نخيط الطرسان يبقى مطلوع. ولا عندكم ثوب بحال هذا ما كتجروش الماكينه، كتعاونوا الماكينه هكا شويه بالجر. غادي تمشيو فوق الخياطه هنا. انا وصلت لهذيك الفتيحه اللي انا خليت. دابا غادي نمشي حدا السورجي، غادي ندور من حدا السورجي وغادي ندور على هاد الجلايل ديال الفراشه كامله من هنايا وانا كندور حتى نرجع للبلاصه منين بديت. هانتوما ردوا معايا البال، غادي نخدم معكم واحد شويه. غادي نمشي كما قلت لكم جنب سورجي، غادي ندور بالفراشه ديالي كامله. غادي نخلي واحد القياس تاع نص سنتيم. هانتوما انا وصلت للجهه الاخرى، غادي ندوز فوق هاد الطرسان هذا. هانتوما هاد الطرسان اللي انا دوزت من هنايا، غادي ندوز هذا من فوقه. غادي نمشي كما قلت لكم على قياس نص سنتيم تقريبا من فوق السورجي. دائما تمشيو بشويه وتوقفوا البرا، تعاودوا الدورو وعاونوا الثوب الا كان ملس. صافي وندور عليها كامله على هذا الشكل هذا حتى نرجع من البلاصه منين انا بديت. هانتوما كما كتشوفوا انا وصلت للبلاصه منين بديت. غادي نجيب هاد الطرسان هكذا فوق خور. صافي وغنقطع هاد الراس هذا باش غادي نفينيه لهنايا لتحت.